قطع الحديد والصلب والسيراميك بالمغرب يتعزز بافتتاح وحدتين للإنتاج بمدينة برشيد. إنتاج الوحدتين سيغطي نحو 25% من الحاجيات الوطنية من هذه المواد وسيوفر حوالي 1100 منصب شغل قار. روبورتاج سعيد الإدريسي ومحمد محرش. تدشين المركبين الصناعيين يدخل في إطار انخراط المقاولة الوطنية في التنمية المستدامة. استثمار يقدر بملياري درهم. الوحدتان الإنتاجيتان الأولى في مجال صناعة حديد التسليح بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف طن سنويا، والثانية خاصة بصناعة مربعات السيراميك بطاقة إنتاجية تقدر بسبعة ملايين مربع من الزلي سنويا ستلبي حاجيات السوق الداخلية. فين تيمشي هاد المنتوج هذا؟ تيمشي لجميع المشاريع نتاع البنية التحتية، تيمشي للسياحة، تيمشي للطرق، تيمشي للصناعة باش يتبناو وحدات أخرى. فالحمد لله هذا تيبرهن لأن هاد الصناعات اللي قبل ما كانش عندنا التنافسية الملائمة فيهم، اليوم صبحات عندنا تنافسية. هذه الوحدات مزودة بأحدث المعدات ذات التكنولوجيا العالية تتماشى والمعايير الدولية، إلى جانب مراعاتها لكل جوانب السلامة المهنية والحفاظ على البيئة. هذه المصانع اثنين طبعا زوج المليار ديال الدرهم، التشغيل غيشغلوا في اليد العاملة المباشرة 1100 واحد، اليد العاملة الغير مباشرة 2500. المغرب حاجته للسكن، فالقانون الجديد ديال السكن ديال 150 ألف درهم أعطات واحد الحيوية كثيرة. الآن الدولة مجندة باش تعطي ترخيصات. حرصنا على أن هذه الوحدة يكون فيها التزام كامل وشامل بكل المعايير والمقاييس المتعلقة بما يخص الصحة والسلامة، بما يخص احترام البيئة. إنجازات ذات بعد اقتصادي واجتماعي، ومنتوج أصبح يستجيب لمقاييس الجودة العالية وبالتالي المساهمة في تلبية طلبات السوق الوطنية على هذه المنتجات الأساسية.